إنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة، علماء الأزهر الشريف بيزوروا ضريح السيد البدوي. طب معلش، يعني وإيه المشكلة في إن علماء الأزهر يزوروا ضريح السيد البدوي؟ الإشكالية فين يعني؟ أنا قرأت وسمعت لمشايخ أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز زيارة الأضرح، ده على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. بص استأذنك، ما تقوليش الشيخ فلان والشيخ فلان، على عيني وراسي يا عم الحاج، لكن قول لي قال رسول الله. أنا معايا دليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. هو الضريح ده مش قبر. دعونا نتفق على أن زيارة الأضرحة مثلها مثل زيارة القبور، فيها العظة والعبرة، بشرط أن يسلم الزائر من البدع والمخالفة. أما زيارة هذه الأضرحة لذاتها واعتقاد أن فيها نفعا خاصا، هذا لا يجوز. إذا أضيف إلى هذا دعاء أصحاب هذه الأضرحة كان الأمر أشد خطرا ومنعا، ويخشى أن يصل إلى الشرك. الذي يقول بجاه، مش هقول لك السيد البدوي، بجاه سيدنا النبي عليه، فسدا للذريعة ينبغي إغلاق هذا الباب، وليكتفي الناس بزيارة المقابر العادية ففيها العظة والعبرة. قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فزيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. زيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت، كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. أما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاء، ويقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. فالزيارة على هذا الوجه كلها مبتدعة، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك ومن أسبابه. انتهى الكلام، ولا إضافة عندنا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله.